لايت شانل. اليوم غادي ناخذكم معايا غدا لرابا سنتر ان شاء الله. ما عرفتش شنو واقع هنا. انت ما كتشوفش ماشي شي مظاهر الانتخابات زاد يمكن. شوف ما عرفتش شنو واقع. المهم كانت مظاهره في الطريق وداك الشيء. المهم كما قلت لكم غدا الرابا سنتر بغيت ناخذ شي حاجه. المهم ندير شويه ديال الشوبينغ وصافي ونديكم معايا باش تشوفوا داك الشيء كي داير. المهم خليكم معايا باش تشوفوا وتعطوني رايكم. الصراحه باغا ناخذ فراسي ميك اب، باغا ناخذ شي حاجه ديال ميك اب نمشي نشوف الا كاين شي حاجه زعما في حوايج. هانتوما كتشوفوا الجو كي داير اليوم، تبارك الله زوين الجو، صباح مبرد. هادي تقريبا شي 3 جوغ الجو كان. المهم الجو زويون الصراحه، قبل كانت الحراره بزاف وعارفين زعما الرباط مع الحراره ما تي سماش با باك. المهم حنا وصلنا للمول رابا سنتر، هو كما كتشوف راه كبير، فيه كاع البراندز تقريبا. بوتيك ما لقيناش شي حاجه اللي زوينه. يلاه دابا غندخلوا ليانا ندوان نشوف الميك اب اللي جايبين. المهم جايز انا جيت معاكم الماي فيك، راه ديجا شاركت معاكم البروداكت ديالهم. عندهم داكشي زوين ديال سكين كير وعندهم شي حوايج، المهم عندهم داكشي في المتناول كما كنقولوا. نجيب معاكم دوره في البوتيك باش تشوفوا، ودايرين ديجا دايرين سولد هاي جايز. ياك دايرين سولد ناخذك شي واحد. شي بعدا خاصك تشوف شي شويه كونفيرم شي هذا في حل عندك.
الغايز في حاله راه عند خاوله راه تديروا ماسك ديال الشعر خاطر ياك خاوله ديال خديتها ياك فيه ديجا فيه واحد ريحته زوينه الريحه ديالو زوينه بزاف هذا حتى هو خديته عندي الوي فيرا المهم تقريبا كاع البروداكت مجربين ماشي بزاف يعني شوف المهم هذا حتى هو راه درت معكم واحد لا فيديو فيها هاد لي البروداكت تالي اندومي كدير انا اندومي كتغطيهم فورس خصك تشوف سكس خاونا كتعرفي تاكلي بهادو طبعا Thank you.
Guys, انا عجبتني هذه بزاف مي مالوروزمون ما لقيتش هذيك عجبتني بزاف ما لقيتش لا طاي ديالي في ديك لا كولور بلو ما عندي زهر غنشوف شي حاجه اخرى. قبيله وحنا كندورو ما داكش المكان هذا دب قبل ما ناكل صراحه الدنيا عامره بزاف مع جنان يمكن يوم الحد ما يمكنش Dip كتشوفوا الصراحه كاو ما يمكنش بغيت غير نوريكم داكشي اللي خديت ما لقيتش الصراحه شي حاجه زوينه خديت غير المهم خديت ميكاب اللي كان خاصني واللي خديت داكشي اللي ناقصني وصافي المهم نوريكم داكشي اللي خديت نبارطاجي معكم داكشي اللي خديت وصافي. بالنسبه للميكاب البنات خديت واحد الباليت هادي غندير لكم بها ميكاب تيتوريال في الويلات هو ارين ديال السير. المهم بغيت نشارك معكم داكشي اللي خديت. بالنسبه لهادي خديت يان اند وان كلشي عندهم صاشي وعطاوني هذا ليفتي. المهم خديت شعري ديما صافي خديت داكشي اللي خاصني وصافي. خديت هاد الباليت كما قلت لكم هادي فيها لوينات زوينين البنات. خديت هادي فيها هايلايت وهادي فاراجو هادي اونتي سير او هادو المهم هادشي كامل لي بستيكس فيه غلوسي وفيه مات
وهذا اونتي سير دابا نشارك معكم عندنا هادشي كامل وخديت الفلاما خديت هاد الماسكارا ديما كناخذها البنات والله العظيم الا ما نقول لكم تقريبا شي 3 زون هي اللي كندير كتسالى كنعاود ناخذها وخديت هاد لي فيرني هاد اللوينات عجبوني الصراحه ترام هذا زوين خديت هاد الكري وهذا روز بيبي وهذا وعطوني هذا كادو شوفوا على اللوين اختاريت زوين ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا المهم خديت هادشي وخديت واحد لاخر البنات فوالا خديت هو تجي بهذا الشكل زوينة شنو خديت خر وهذا هذا طوب شوفوا لا كولور البنات وقولوا لي كتحمق كتحمق لا كولور شوف 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 لا كولور فيها واعره عجبتني الصراحه فيها فيها بيربل وفيها هادي المهم عجبتني هاد لا كولور عندي ديجا بيربل ما بغيتش ناخذو سو خديت هادي براون صاف زوين المهم البنات هادشي دابا نشاركو معاكم بيان سور وبالنسبه ل... بالنسبه ل... بالنسبه للريفيو على نيو باليت هادي راه يلا حطوها البنات غادي ضروري غندير لكم ميكاب توتوريال وغادي نشارك معكم في هاد الباليت تدير 299 درهم البنات حليتها بغيت نوريكم غير لي كولور وصافي شوف 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 لي كولور فيها شحال خطار يا البنات كيحمق وما يمكنش كولور فيها واري البنات انا رجعت لكم حنا دايرين في العشاء باستا بلاصوص بالشاميل وتشاج ماشي يا ماما اللي مطيبه ما عرفتش شنو دايره المهم هي كتصايب في صوص بالشاميل هنا درنا شويه البصله مع الزيت نشحروا البصله ونزيدوا الدجاج نزيدوا لي فرماج نعاون ماما مشات المهم زاد جوج فرماجات شحال جوج ولا ثلاثة 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 هاهم نتوما البنات حنا نزيدو الدجاج وواحد الملاحظة بالنسبة للعافية خصها تكون مجهدة باش باش ميكحملناش الدجاج الما كيما كتشوفو حنا مجهدين العافية شوف مكنشوف دغيا دغيا البنات بالنسبة لاصوص كتجي فهاد هاد ال كتجي عقدة شوية فهاد القاوي نزيد شوية د الملح و الإبزار نزيدو تحكو فخوماج وخدامة مهما كتحكو مع راسك حق يا متحكو البنات هي غراتان بعد ما خرجناها من الفران كتجي غزاله
المهم انا غادي نذوق دابا ونقول لكم واش زوينه ولا لا. بيان سور تكون زوينه. وصافي البنات هادشي باش دوزت النهار. دوزت تقريبا في رابا سنتر داكشي زويون واخا كانت الدنيا عامره بزاف وخديت هادشي اللي خديت. المهم البنات زين وغندير معاكم ميك اب توتوريال بهاد النيو باليت هادي اللي خديت و جيسبر يكون عجبكم الفيديو. المهم حاولت نشارك معاكم داكشي اللي درت اليوم.